في يوم قابلت ولد، ولد اسمه رضوان. رضوان ولد تحت خط الفقر بخطين ثلاثة، عنده 13 سنة مثلا. دي كانت قصته لما وقفت واتكلمت معاه في يوم من أيام الثورة. أنا كنت في المدرسة، سبتها من سنتين. المدرس كان بياخد مني 20 جنيه وحشيش بتاعه عشان أعمال السنة وعشان أنجح. أيوة، ما أنا اللي بصرف على نفسي، أمال أنت فاكر إيه؟ ما أنا بشتغل بالليل وبروح المدرسة الصبح. ما لقيت نفسي تعبت، بشتغل بالليل والصبح أروح المدرسة أدفع اللي اشتغلت بيه. اللي بشتغل بيه مش ليه، لا أنا اللي عايز شغل، اللي عايز فلوس، عايز أروح المدرسة أتعلم كل يوم براحتي من غير ما أدفع أي تواتر.